الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. مبسوط إن أنا شفته، بتمنى لك كل التوفيق، مش أنا بس، كل المصريين يتابعوا كويس قوي كل لاعب فيه. ربنا يا رب يوفقكم، يا رب ربنا يوفقكم وتسعدونا بالنتيجة. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بلاعبي منتخب مصر خلال زيارته لمعسكر الفراعنة في العاصمة الإدارية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوتوفوار، وطالبهم بالتتويج باللقب والعودة بالكأس لإسعاد الجماهير المصرية. وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي دافع معنوي ومسؤولية كبيرة على اللاعبين للعودة بالكأس. وأشار صبحي إلى أن المنتخب يمتلك العديد من العناصر التي تتميز بالمستويات العالية ويلعبون في أكبر الأندية. ومن ناحية أخرى صرح كابتن أيمن يونس نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعسكر أكثر من رائعة وحافز كبير للاعبين قبل خوض منافسات البطولة القارية، وعلى اللاعبين أن يقوموا باستغلال هذه الزيارة للحصول على البطولة. وأضاف أيضاً الكابتن وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب مهمة جداً، ومساندة الرئيس للمنتخب الغرض منها فرحة الشعب المصري بالحصول على البطولة. وصرح الناقد الرياضي عصام شلتوت بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب هو تعبير عن 120 مليون مصري، حمل رسالتهم للاعبين بأنه يجب على اللاعبين بذل كل الجهد لإسعاد المصريين والعودة بالكأس من كوتوفوار. قال الكاتب الصحفي جمال رائف بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدريبات المنتخب الوطني تعطيهم دفعة معنوية قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية بكوتوفوار، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على دعم الأبطال بكل الألعاب الرياضية. وصرح الدكتور طارق الإدوار الناقد الرياضي والمعلق الرياضي بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب المصري هي دفعة معنوية للاعبين، وعلى اللاعبين أن يكونوا على قدر المسؤولية. ومن ناحية أخرى صرح الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب السابق لنجوم المنتخب المصري عليكم بالجد والاجتهاد لرفع علم مصر عاليا في البطولة القادمة والحصول عليها. وصرح حساسين بأنه يثق في منتخب مصر ثقة كبيرة لأنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ومعهم قائد كبير مثل محمد صلاح، والجماهير المصرية تنتظر العودة بالكأس من كوتوفوار.